هنا اديني طبقك يا حبيبتي. ما تقلقيش ايده نظيفه وزي الفل، وعايزاكي تاكلي وتطمني خالص. عبد الرحمن قشر الجمبري لاختك جويريه. يعني مش عارف تسيب الشغل ساعتين يا عبد الله؟ ما يصحش كده، ده اول غدا مع العروسه الجديده. ماشي يا عبد الله براحتك. وعليكم السلام. اخبار الحاجه والدتك ايه؟ اطمنتوا عليها؟ للاسف يعني حالتها ما اطمنش قوي. ربنا يزيح عنها ويشفيها يا رب. يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين. مؤنس الاستاكوزا دي انا عاملاها لك بايديا. تسلم ايدك يا ست الكل، جزاك الله كل خير. العروسه هي اللي شكلها محتاس، احنا ما عندناش حد يتكسف على الاكل، اللي يقعد لازم يقوم شبعان على الاخر. خير ربنا كتير والحمد لله. تحبي افصصها لك؟ لا انا تمام. مؤنس كلمني عنك كتير وحكالي قبل كتب الكتاب، بس يا حبيبي من فرحته نسي يقول لي، وانت دكتوره في ايه؟ في وزاره الزراعه، مركز البحوث اللي في الجيزه. والله يعني مش في امريكا؟ لا. امي ممكن تفصصي لي ده كمان؟ زوجي عبد الله كان نفسه يكون موجود معانا النهارده عشان يستقبلكم. ده هو اللي منقي السمك ده كله بنفسه. بس الحاج ومؤنس يعني معتمدين عليه في الشغل، ما يقدرش يسيب الشغل خالص. وابراهيم بقى عنده قد ايه دلوقتي؟ شهر وشويه. اللهم بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى. لا سلام على طعام، اتفضل. تعالى يا حمدي. ده بقى الدكتور حمدي زوج شيرين. منورة مصر يا أم إبراهيم. شكرا. ازيك يا أنسة يارا؟ الحمد لله. معلش بقى، حبكت نسلك المواسير والناس بتحط الأكل، حكم القوي. الحق عليا أنا برضو، ما أنا لساني نشف، بقول لك من الصبح الجماعة جايين وهات السباك. ولا عاجبك وقفة الغلبانة فاطمة وهي ليس في المطبخ؟ لا يا ستي ما يصحش. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هشوف. شاهد يا مؤنس، عشان لما اشتكي لك ما تبقاش تقول لي يا أخي اتقاك الله. ربنا يرزقنا التقوى جميعا. اللهم آمين يا رب. شاهد عليا أخويا أوي يا حمدي. لا أنا هشاهد الست أم إبراهيم. هتلاقي التتينة بتاعته في شنطتي. طب امسكي. بسم الله. ما تديني جرجير من اللي جنبك ده، ولا هو السيرفيس بتاع العريس بس؟ لا اله الا الله يا حمدي، اتفضل. مؤنس وحشتني. منون. عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. الحمد لله. الله يسلمك. مش بنقول السلام عليكم الاول؟ لا سلام على طعام الا المؤنس. ودي بقى منا اخر العنقود. ازيك؟ الحمد لله. ازيك؟ ودي يارا. الحمد لله على السلامة. تسلم ايدك يا امي. قلتلك كنت مضطرة خلاص. عايزة ايه؟ وهو حازم كان هيعرف منين كل الكلام ده؟ ما انت عايشة مع نفسك، محدش يعرف عنك حاجة. بقولك ايه؟ أنا ما عملتش كل ده غير بعد ما طلقني وبعزق بكرامتي الأرض. وحتى لو ما كانش طلقني كنت هعمل أي حاجة عشان أرجع ابني. طلقك عشان بتتصرفي من دماغك يا هنا. ايه بتصرف من دماغي دي؟ هو أنا عيلة صغيرة؟ أنا أقصد إنك ما بتفهميهوش حاجة. قلبتي حياتنا كلها من ساعة ما سافرتي. بقولك ايه؟ النبي انا مش عايزه اسمع اي حاجه خلاص. كفايه اصلا اللي حصل النهارده.
انا جايه من اخر الدنيا ومعايا طفل ومش طايقه نفسي، عايزه استريح بقى. تستريحي فين؟ هنا؟ انت مصدقه الناس دي والبيت ده؟ مالهم الناس دي؟ ناس محترمين وطيبين. طيبين لنفسهم، احنا مالنا؟ خلاص مالكيش دعوه بيهم. انت قاعده في بيتي انا، معايا انا ومع مؤنس ومع ابراهيم. حرام عليك يا هنا، مؤنس مين؟ هو انت بجد بتحبيه؟ انت عايزاني اعمل ايه بس؟ تتكلمي يا هنا، تقولي اللي بيحصل لك. حازم كان مسافر عشان يصالحك ودلوقتي مقبوض عليه. ايه؟ يصالحني انا؟ اقبض عليه في امريكا ولا ايه؟ انا مش فاهمه. لا، في مصر. اتقبض عليه في المطار وهو رايح لك. حوار لي علاقه بالمنحل شيك كده، معرفش. مين اللي قال لك الكلام ده؟ هو اللي قال لي واحنا في المستشفى، ومن ساعتها مش عارفه اقول لك. لو في حد السبب في اي حاجه احنا فيها دلوقتي هيبقى حازم مش انا. هو اللي طلقني، والله اعلم بقى عاككني في قصه المنحل دي ازاي. انا همشي هنا، انا مش هقعد هنا، مش هعرف. لا مش هتمشي، هتفضلي قاعده معايا هنا. انا دلوقتي بدل ماما، وبقول لك ان مش هخليكي تقعدي في الشقه هناك لوحدك. خلاص تعالي معايا. مش هينفع اجي معاكي يا يارا. خليكي انت يا يارا، والنبي يا يارا، والنبي ما تسيبيني، خليكي معايا هنا. Watch it.